صباح الخير على كل الساده المشاهدين. النهارده في الروتين الجديد بتاعنا، وهنبدا نخف بعض نباتات الجرجير. هنا طبعا الصندوق ده فيه مجموعه من النباتات المختلفه زي ما انتم شايفين كده. ده ايه ده يا بابا؟ ده ايه ده؟ ده بنسموه هنا الشهد او الكنتالوب، بيسموه في الدول العربيه البطيخ الاصفر. وعندنا هنا كمان باميه، خدي بالك من الباميه عشان ما تكسرهاش. وفي نبات زهري هنا كمان اهو، وفي اللطيفه دي مش هنحتاجوها على فكره، مش هنحتاجوها. وعندنا هنشيلوها بقى. عندنا الدراوة السكرية، شيليها هنشيلوها. وعندنا دراوة سكر، برغم ان انا بزعل قوي من شيل القطيفة دي، لان القطيفة دي نبات جميل جدا، بس انا عندي كتير قوي. احنا زارعين منها كتير، فاللي في الصندوق ده مش مشكلة، يعني احنا نستغنوا عن واحدة مش مشكلة. احنا بقى هناخدوا الجرجير النهاردة ونستخدموه النهاردة في صحن السلطة، وبسم الله ما شاء الله عليه ممتاز جدا. بس انا عاوزك تخدي بالك كويس قوي من نباتات الباميه وانت بتشيل الجرجير. انا واخده بقى، انا هخلعه من جذوره عشان اخف، لان في هنا هوريكم كده، ده نبات الباميه اهو. واضح واضح اهو. فانا هشيل بالراحه كده الجرجير من فريحه. هسيبك تشيل الجرجير، وبعدين ارجع لك نشوف الصندوق بعد شكله، بعد ما تخف. تمام. ده شكل الصندوق بتاعنا بعد ما نضفنا منه جزء كبير. طبعا فاضل عندنا الدراوة السكرية، عاوزك تقصها لي من تحت. ايوه كده تمام. ادي لي كده، عندنا كام شجرة بطيخ اصفر؟ 1 2 3 4. اربعة. طيب سيبي لي واحدة وشيلي الباقي. احنا هنسيب طبعا اقوى واحدة. اقوى واحدة فيه. هنتفرج عليهم الاول كده ونشوف اطول واحدة واقوى واحدة ونخليها. واقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني هنشيل دي عشان ضعيفة. دي صغيرة ضعيفة، هنشيلها. تمام. شيلي تلاتة، سيبي لي واحدة. ما انا عايزة واحدة حلوة، يعني انا عايزة ايه، واحدة صحتها حلوة. دي انا هشيلها، انا هخلي دي فيها زهور، فانا هشيل دي. شيل. رغم ان احنا بنزعله على النباتات لما بتتشال، بس هو ده الصح. كده بقى الصندوق بتاعنا فك خالص وراق، فاضل فيه بقى ريحان، فاضل الباميه كمان، فاضل الباميه وريحان وواحده بس. لا الباميه مش هتخف دلوقتي، اصبر عليها شويه، استنى ما ورقتها تكبر. وفي بعض الملوخيه، دول هيتسابهم لحد الباميه ما تكبر، وبعد كده نبدا نخفهم تاني. تمام. مجرد خف صندوق، هوريكم كميه الخضار اللي طلعت من مجرد بس، يعني ايه خفينا صندوق بس، يعني احنا ما خلعناهوش، احنا خفيناه بس. بسم الله ما شاء الله، خضار لينا وللدواجن بتاعتنا من صندوق واحد. ده الخضار للدواجن، وده الخضار بتاعنا احنا. طبعا انا بنصح كل المتفرجين وكل المشاهدين وكل متتبعي القناه في البدء فورا في زراعه الاسطح، مش عشان بس ان انتوا خضروات لبيتي ولا للدواجن بتاعتي، لا، انا عاوز اقول لكم ان الزراعه بتهدي النفوس وبتريح الاعصاب. لو انت متضايق ازرع، لو انت متضايق اطلع على سطح بيتك وازرع، اقف في بلكونتك وازرع. انزل هات طينه، وانزل هات بذور، وابدا قلب في الطينه، واخلط الطينه بالكومبوست، واخلط الطينه بالرمل، وابدا ازرع البذور ورويها. صدقني لو انت مهموم او في كرب، صدقني هتنساه فورا. وده مش، يعني انا مش بألف، ده علميا كلام مظبوط وكلام صحيح جدا. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة. ريحة الخضار أنا شماها وأنا بعيد عنها. بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للدواجن بتاعتي، انا سيبها امبارح جعانه، وده لهدف ان انا النهارده هعمل لهم خلطه قويه جدا لرفع المناعه، والخلطه دي بعملها على الاقل مره كل اسبوعين. يلا بينا نعمل الخلطه مع بعض. اما مكونات الخلطه بتاعت رفع المناعه الدواجن اللي بعملها مره على الاقل كل اسبوعين، فهو مكون من البصل والثوم، فصين ثوم او فص ثوم واحد، والليمون. حتى لو الدواجن بتاعتي مش مريضه، انا حريص ان اديهم الخلطه دي على الاقل مره كل اسبوعين،
ودي بترفع جهاز المناعه بتاعهم، بتخلي عندهم قدره كبيره جدا على مقاومه الامراض. هبدا اخلط البصل بتاعي في الخلاط، وماما طبعا اصرت وام عبد الرحمن اصرت انها تشيل القشر برغم ان انا بخلطه بالقشر يعني، قالت لي عشان ما يبوظش سكينه الخلاط، وانا بحترم رايها مفيش مشكله، وان كانت فرم بقشره فيعني ايه برضو مفيش مشكله، لان ده هيتخلط بالعافيه. هنبدا بقى نكب الخلطه بتاعتنا في الصندوق او في الجردل الخاص بتخزين الدواجن، ويحط يا ام عبد الرحمن كوبشه كبيره من حبوب اليانسون. اليانسون تمام، كمان واحده بس 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 تمام كده، ودي كده الخلطه بتاعتنا جاهزه، يلا بينا نوكلوا الدواجن. حط المكونات بتاعتي عند الذره المدشش، وعند الذره المطحون طحن ناعم جدا، ومعايا النخاله اللي بنسموها الرده هنا في مصر، نخاله القمح. ونخاله القمح ديت من اغنى المكونات في القيمه الغذائيه، لانها اعلى مكون في احتواء على نسبه بروتين عاليه جدا. ومعايا هنا قشر الرز، والقشر الرز بتاعي هنا بلدي. بلد ازاي بعرفه؟ لما بمسك قشر الرز بتاعي في ايديا بلاقي فيه كسر رز. كسر رز يعني ايه؟ يعني قطع من الرز الصغيره اللي نزلت في المكنه. ده بيختلف تماما تماما عن قشور الرز اللي بتنتجها المضارب الكبيره او الشركات الكبيره، بتبقى عباره عن قشور خاليه تماما من القيمه الغذائيه، مجرد الياف لا يستفيد الطائر منها باي شيء. اما الرجيع البلدي او قشور الرز البلديه ففيها الجربه وفيها قشرة الرز الخارجية اللي لونها بني، ودي بتحتوي على نسبة عالية كبيرة جدا من البروتين، كما انها تحتوي على كسر الرز، وده بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الطاقة الموجودة في الكربوهيدرات. هبدأ بقى اخلط المكونات بتاعتي خلط متجانس، ومعلش بقى ايه يعني نصبر شوية على الخلطة لحد ما تتجانس كلها مع بعضها. غصن في المكونات ديت مكون هام جدا وهو البروتين، والبروتين عندي هنا بصراحة، وأنا بكلمكم بصراحة مش عارف أتكلم بصوت الضيوف، وأنا بكلمكم دايما بصراحة في قناتنا، وإحنا متعودين مع بعض إحنا نتكلم مع بعض بصراحة، إن فعلا مكون البروتين أصبح اليومين دولت سعره غالي جدا 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 فوق قدرة المربي العادي إنه يقدر يجيبه. وأنا طبعا بحصل على البروتين بتاعي من مصدرين، مصدر نباتي ومصدر حيواني. بالنسبة للمصدر النباتي فالمصدر حاليا الوحيد المتوفر، انا بتكلم على مصر طبعا ومعظم الدول العربيه، وفول الصويا. فول الصويا اسعاره ارتفعت بشكل جنوني، فانا استعطت عن فول الصويا بالبروتين الحيواني، وانا بنتج هنا عندي زي ما انتم عارفين طبعا، بنتج البروتين الحيواني عن طريقين، عن طريق انتاج الدود الابيض، والطريقه الثانيه ان انا بجيب السمك الصغير ارخص انواع الاسماك وبقوم بسلقها، وبقوم باضافه نسب بسيطه جدا من البروتين الحيواني اللي عليها بتاعتي، ودي بتكفي. وانا استعدت عن فول الصويا نهائيا في المكون بتاعي، في مكون العلف بتاعي نهائيا عن فول الصويا. وفي الحقيقه وعن تجربه شخصيه ان البروتين الحيواني اداني نتيجه اعلى بكتير من البروتين النباتي اللي موجود في فول الصويا. تعالى حتى مع بعض احنا لما نتفرج على شكل الخلطه بتاعتي من قريب، تعالى كده لو سمحت يا ابو عبد الرحمن، هنلاقوا اللون بتاعها خد لون العلف الطبيعي العادي جدا زي ما انتم شايفين. لما انا اجي اتفرج على لون وشكل العلف بتاعي بعد الخلطه بتاعتي، هلاقي لونه تحول فعلا للون العلف، ومش اي لون علف، لا لون العلف الممتاز. وبكده انا قدرت اكون العلف بتاعي في بيتي وباعلى قيمه انتاجيه. طب حد يسالني بقى يقول لي يا ابو محمود ابو عبد الرحمن هينفع لدجاج التسمين الابيض وهينفع ليه؟ اقول لك هو ممتاز جدا للبط، ممتاز جدا للرومي، ممتاز جدا لكافه انواع الدواجن. طب بالنسبه لفراخ التسمين البيضاء اللي كله بيسالني عنها، ممتاز لفراخ التسمين البيضاء، الى ان الدوره بتغيب اكتر يعني بتاخد فتره اطول من الاعلاف العاديه، وده بسبب ان العلف بتاعي علف مكون طبيعي خالي من هرمونات النمو وخالي من انزيمات النمو اللي بيحطوها في الاعلاف اللي بتدي النموات السريعه. وانا هنا طبعا في بيتي مش عاوز احقق ربح تجاري، ومش عاوز انا يعني اقول لا، مش عاوز اذي اهل بيتي، ومش عاوز اضرهم في مكونات ممكن تضر اجسامهم. انا بستحمل وانا بصبر على الدواجن بتاعتي، وفي الاخر باخد مردود
عالي جدا من بروتين حيواني عالي القيمة. وهنا الدول الأوروبية كلهم وحتى المنتجين في مصر بدأوا يسموه الإنتاج الحيوي. فأنا النهاردة بنتج إنتاج حيوي في بيتي، وباخد فرخة لو أنا هشتريها من السوبر ماركت أو المولات الكبيرة صدقوني هتاخدوها بسعر غالي جدا. بيحب العلف بتاع الفراخ. لازم يدوق سايب حاجة. زي ما قلت في أول الفيديو أنا مجوع الدواجن بتاعتي، وده السبب والهدف إن طبعا العلف بتاعي ده مبلل أو رطب، فأنا عاوزه يستهلك بسرعة. أنا عاوزه يستهلك بسرعة، فأنا جوعتهم من امبارح، وحتى لو استنى فترة طويلة يعني هو نسبة الرطوبة فيه بسيطة جدا. اتفرجوا بقى على إقبال عليه. بسم الله ما شاء الله هيبقى عليه إقبال كبير جدا. بس المعلم ده يطلع بره الأول كده. لا سيبه هو يقف مش داخل. لا 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 تعالى يا ريكس. متابعين القناه اللي فاكرين الاحداث اللي حصلت واللي متابعين القناه باستمرار، دول الاثنين الفرختين اللي كانوا انتحاريتين يعني. بسم الله ما شاء الله النهارده بقوا احجامهم بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. طبعا انا كل ما اشوفهم افتكر العرسه واللي عملته في الدواجن، وافتكر ان هما كانوا خمسه. قتلت انضف ثلاثه فيهم واقوى ثلاثه واحسن ثلاثه فيهم، بدات بيهم قطعتهم حتت. بس الحمد لله يعني هجيب لهم اكلهم وادي. وفي نهاية الفيديو أتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بمعلومة بسيطة في مجال تربية الدواجن والزراعة المنزلية. وأتمنى من كل السادة المشاهدين البدء فورا في تربية الدواجن والعناية بها، والبدء فورا في الزراعة المنزلية حتى يعم الخير كل بلادنا. ولا تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.